اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من دردشة في التحاليل. النهاردة هنتكلم عن مرض صعب تشخيصه عن طريق الاعراض فقط، لان اعراضه شائعة مع امراض كتير. المرض هو حمى البحر المتوسط، وتم تسميته بهذا الاسم لان من اعراضه ارتفاع شديد في درجة الحرارة ممكن تصل الى 40 درجة. كمان هو منتشر جدا في سكان البحر المتوسط على وجه الخصوص. أعراضه هي نوبات بتيجي بتستمر لمدة 3 أيام، عبارة عن ألم في البطن وفي الصدر، وألم في مفاصل الرجل مثل الكاحل والركبة. بيتم تشخيصه عن طريق تحليل، في تحليلين لتشخيص هذا المرض. التحليل الأول هو أميلويد أي بروتين، وده ملوش أي شروط، عين الدم في أي وقت. ولو كان التحليل إيجابي ده معناه أن هذا المريض بيشتكي من الـ FMF أو Familial Mediterranean Fever أو الحمى البحر المتوسط. بعد كده بيطلب تحليل آخر، هو تحليل DNA اسمه BCR-FMF، وده عشان نعرف إن كان المرض وراثي أم غير وراثي. 70% من المرضى بيكون المرض عندهم وراثي عن طريق طفرة في جين اسمه MEFV، وده بنعرفه طبعا عن طريق التحليل اللي احنا قلناه اللي هو BCR-FMF. المرض مزمن، ملوش يعني علاج شافي منه، لكن بياخدوا اقراص كولشيسين مدى الحياة للسيطرة على نوبات المرض. كمان مادة الكولشيسين بتقي الأعضاء من ترسبات بروتين الأميلويد A اللي بيكون تأثيرها سلبي على القلب والكلى على وجه الخصوص. في النهاية شكرا لحسن استماعكم، وأرجو حضراتكم تدعموني بالاشتراك في القناة. شكرا.